مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. النهاردة هيكون معنا كل الأخبار اللي شغلت انتباهكم على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. جورجينا ما بقتش جورجينا، فكرة شاكيرا، منتخب مصر لكرة اليد بيبهر العالم، كهربا وشريف يتصدران الترند. جورجينا مش هي جورجينا، ده مش كلامي على فكرة، ده كلام وتعليقات الناس على صور جورجينا، وده بسبب صورها اللي تميزت بالاحتشام من ساعة وصولها للرياض بعد تعاقد طبعا رونالدو مع النصر السعودي. يعني في حفل جوي أوردز واللي كان من أيام، كان حضور جورجينا وملابسها لافت جدا للانتباه لكل الناس على السوشيال ميديا، خصوصا أنها كانت حريصة على وضع غطاء الرأس، وكمان الفستان تميز بالأناقة هو والمجوهرات اللي استخدمتها. يمكن جورجينا كان ليها وقعة تانية اتصدرت الترند خلال الأسبوع ده، وهي صورها في واحد من ملاهي الأطفال في الرياض مع رونالدو والأولاد، واهتم الجمهور على السوشيال ميديا جدا بصورتها وهي بتلعب في الملاهي. باختصار كده نقدر نقول ان جورجينا صورها اختلفت كتير عن صورها قبل كده، بس الحقيقة دي حاجة تحسب لجورجينا جدا انها فاهمة وكمان بتحترم وبتقدر ثقافة وتقاليد البلد اللي هي عايشة فيها. واضح كده ان شاكيرا فكرة، والفكرة زي ما بيقولوا لا تموت. الأسبوع ده قررت الممثلة والمغنية الأمريكية مايلي سايرس أنها تقلد شاكيرا وترجع للغناء تاني بعد 3 سنين، وده بأغنية بتنتقد فيها جوزها السابق بنفس طبعا الطريقة اللي تقريبا شاكيرا انتقدت بيها بيكي. الأغنية اسمها فلاورز، وبتقول أنها قادرة على شراء الذهول لنفسها والتحدث ساعات مع نفسها، نعم بإمكاني أن أحب نفسي بصورة أفضل من حبك لي. الأغنية قدرت أنها تحقق أكتر من 50 مليون مشاهدة من وقت طرحها على اليوتيوب الأسبوع ده. نسيبنا من الفن شوية ونروح للرياضة. الحقيقة منتخب مصر لكرة اليد رافع راسنا بقوة وعامل نتائج قوية جدا ومشرفة في كأس العالم، وقدر أنه يوصل ربع نهائي كأس العالم. والحقيقة النتائج الكبيرة اللي حققها المنتخب والأداء المحترم جدا اللي بيقدمه اللاعبين خليهم يتصدروا الترند خلال الأسبوع اللي فات. طبعا فريق ترانز بيتمنى مزيد من النجاح لمنتخب مصر لكرة اليد، وبإذن الله كأس العالم يبقى مصري للمرة الأولى. من كرة اليد لكرة القدم، وتحديدا للقاء القمة بين الأهلي والزمالك، واللي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-0. يمكن المباراة كلها سيطرت على الترند، ولكن أكتر لقطة فيها الناس اتكلمت عنها واتعمل لها شير واتعمل عليها أغاني وفيديوز بالألاف كانت لقطة استبدال كهربا باللاعب الأهلي وهو بيقول لزميله محمد شريف هتنزل تجيب جول، وفعلا نزل محمد شريف وقدر أنه يجيب جولين مش جول واحد. كمان كان في تفاعل كبير من الفنانين على نتيجة المباراة، ولكن أهمها الفنان محمد هنيدي واللي معروف بانتمائه للقلعة البيضاء وتعامل مع الخسارة بهزار وكتب على الفيسبوك أصلا بطولة الدوري مش مهمة واخدينها مرتين ورا بعض، إحنا مركزين في دوري أبطال أفريقيا. وبكده تكون خلصت فقرة ترندز أوف ذا ويك.